السلام عليكم، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحة للجميع. اليوم مع بعض نحضر ان شاء الله كيكة بلا طحين بلا سكر، كتجي رائعة في المذاق والشكل. نبدأ على بركة الله. طريقة التحضير والمقادير: هنحتاج هنايا ان شاء الله 2 بيضات بحرارة المطبخ. عندي هنا 150 غرام ديال التمر محيد لاري العظم ويكون رطب ما يكونش قاصح، معلقة ديال القرفة. عندي هنايا شوية ديال الملحة، شوية ديال الخل. غنحتاج هنايا نص كأس ديال زيت الزيتون أو زيت العود. عندي كأس ديال الحليب. عندي هنا 2 خمارات. وبالنسبة للتزيين غندير فيها شوية ديال القرقع وشوية ديال بيبي شوكولا. بالنسبة للطحين، عندي الطحين ديال القمح، غنحتاج هنايا تقريبا 120 غرام ديال الطحين مغربل حيت لي النخالة الغليظة. كلشي غنبداو على بركة الله. غنضربو كل الخليط في الخلاط الكهربائي. غنضيف هنايا البيض، هنا قبصة ديال الملحة، غنزيد التمر اللي كيف ما سبقت قلت 150 غرام. هنا عندي نص كأس ديال زيت الزيتون، كأس ديال الحليب ما يكونش بارد، دافي شوية. وغنزيد المعلقة ديال القرفة. هنايا خلطت الخليط ديالي اللي هو التمر مع البيض وزيت الزيتون والحليب. هنا غنزيد الطحين ديالي دفعة كاملة، خلطو مزيان باش يتجانس عندي الخليط. صدقوني هاد الكيكة تجي رائعة وصحية، كتنفع للمرضى السكر عافاهم الله، كتنفع حتى للريجيم، وتقدروا ديروها للفطور للغوتي. صراحة كتجي رائعة في المذاق. كنخلطو جيدا الخليط ديالنا، هنايا راه جهزت المول ديالي، فرشتي الورق ديال الزبدة، رشيتو دهنتو طبعا بالزبدة وشوية ديال الطحين ديال القمح. غنوضع الخليط ديالي، انا مسخنة الفرن على درجة الحرارة 170، تتحمر عندي الكيكة ديالي من تحت عن شغلها من الفوق. بالنسبة للتزيين، انا غنزينها شوية ديال القرقاع وشوكولاتة بيبي شوكولا. كنتمنى الفيديو يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم. الا كان يستحق التجربة تجربوها، تبارطاجيوها مع الاهل والاصدقاء باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. هنايا غنزين الكيكه ديالي بجوز عين الجمل او قرقع. هنا عندي الشوكولاط اللي هو شويه مر، ما حاليش بزاف في السكر. غندخل الكيكه ديالي الفران، غتاخد معايا 30 دقيقه حتى 35 دقيقه، وغنوريكم الشكل النهائي ديالها. هذه
هذه الكيكة ديالنا خرجت من الفران، كما كتشوفوا كتطلع رائعة ورطبة. هنايا غنزيدها واحد المعلقة ديال العسل من الفوق، وهذا الشكل النهائي ديال الكيكة ديالنا ديال اليوم. كنتمنى تجربوها وتعجبكم وتجربوها عفوا، وتبارطاجيو الفيديو مع الأهل وأصدقاء فضلا وليس أمرا. ودمتم في رعاية الله، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.